يقول المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة التوثقة، يعني الرهن في اللغة الثبوت والدوام. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن يعني راكد، ونعمة راهنة يعني ثابتة. وأما في الاصطلاح فهو توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة. توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة. فمثال توثقة الدين: تستعير منه سيارته ويطلب منك رهنا، توثقة عين. توثقة الدين مثاله: تقترض منه 1000 ريال ويطلب منك رهنا، أو تشتري منه سيارة بثمن مؤجل ويطلب منك رهنا. فالتوثقة إما أن تكون للديون وإما أن تكون للأعيان. وقلنا توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة، يعني ما يتوثق به قد يكون عينا مالا، قد يكون مالا فتعطيه مثلا أرضا تكون توثقة، أو تعطيه سيارة أو نحو ذلك. وقد يكون ما يتوثق به دينا أيضا، دين تعطيه الوثيقة يتوثق بها. وقد يكون منفعة، منفعة هذه الدار، منفعة هذا الدكان، تؤجر هذه المنفعة والأجرة تكون توثيقة. وعقد الرهن من عقود، من عقود التوثيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظل، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. يعني اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. في هذا الحديث مشروعية الرهن، كما ذكرنا أن عقد الرهن من عقود التوثقة، يعني أنه من عقود التوثقة، ففي هذا مشروعية الرهن. وقد دل عليه قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. وفيه أيضا قوله: ورهنه درعا من حديد. هل يشترط للزوم الرهن قبض العين المرهونة أو أن هذا ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول في هذه المسألة، وذهب إليه أكثر أهل العلم، أن القبض شرط للزوم الرهن، يعني أن الرهن يصح، الرهن يصح بالعقد، لكنه لا يكون لازما إلا إذا قبض المرتهن العين المرهونة. إذا لم يقبض المرتهن العين المرهونة فإن الرهن لا يكون لازما، بمعنى أن المرتهن يملك أن يتصرف في هذه العين المرهونة، يملك أن يتصرف فيها بما ينقل الملك، أن يبيع، أن يوقف، أن يهب إلى آخره، يملك أن يتصرف فيها. فيقولون لا بد من القبض لكي يكون الرهن لازما. والرأي الثاني ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى
أنه لا حاجة إلى القبر، وأن الرهن يلزم بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأد الأمانة لمن ائتمنك. وعليه عمل الناس، عمل الناس اليوم تجد أن الواحد يقترض ويرهن بيته لمن أقرضه وهو ساكن فيه، ويشتري بثمن مؤجل ويرهن سيارته لمن باع عليه وهو يركبها ويستعملها إلى آخره. فالصواب في ذلك أن الرهن لازم بمجرد العقد، كما أنه صحيح بمجرد العقد. وأما قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقبض هذا اليهودي درعه، فنقول في هذا زيادة توثيقة. وفي هذا الحديث أيضا فيه مشروعية الرهن ولو مع وجود الكاتب، هذا فيه خلاف عن بعض السلف رحمهم الله، أنه إذا وجد كاتب هل يشرع الرهن أو لا يشرع الرهن. يقول: الصواب أن الرهن مشروع حتى ولو مع وجود الكاتب. كذلك أيضا فيه أن الرهن يشرع في الحضر وليس خاصا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي هذا الحديث فيه معاملة الكفار، يعني البيع والشراء مع الكفار، وهذا جائز ولا بأس به. وفيه أيضا معاملة من في ماله محرم، يعني في ماله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، عامل اليهود، والله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أخذ الربا وأكل السحت إلى آخره، وأخذ الرشوة إلى آخره. فنقول فيه جواز معاملة من في ماله كسب محرم، يعني من ربا أو بيع آلات محرمة أو غير ذلك إلى آخره. وفي هذا أيضا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل من الدنيا رغبة عند الله عز وجل، حيث توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي إلى آخره. وفي هذا أيضا تسمية الشعير بالطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحوالة في اللغة مأخوذة من التحول وهو الانتقال، مأخوذة من التحول وهو الانتقال. وأما في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. وعقد الحوالة من عقود المياسرة في قضاء الديون، لأن الشارع يتشوف إلى التخفيف من الديون، ولهذا جاء بطرق متعددة لإيفاء الدين، وحذر أيضا من الدين وبين عظم أمره. فالحوالة هذه طريق من طرق المياسرة في قضاء الدين. ويقول النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل المطل هو في اللغة المد، نعم، مطلت الحديدة يعني مددتها. وأما المراد هنا فهو تأخير توفية المستحق حقه، هذا المقصود بالمطل، تأخير توفية المستحق حقه. والغني المراد بالغني هنا القادر على الوفاء، وهذا يختلف، يعني ليس المقصود أن يكون ذا مال كثير، لا، المقصود أنه يقدر أن يوفي هذا الدين. إذا كان يقدر على هذا أن يوفي الدين الذي عليه فإنه لا يجوز له أن يمطل. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع يعني أحيل،
أحدكم على مليء، يعني على غني، على مليء يعني غني، يعني يقدر على الوفر، يقدر على الوفر. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني يحتل، يتحول، يتحول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مليء، المليء عند الفقهاء رحمهم الله هو القادر على الوفاء. المليء عند الفقهاء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، بماله وقوله وبدنه. بماله يقدر على السداد، عنده ما يسدد به هذا المال الذي حول عليه. بقوله ليس مماطلا، يعني بقوله ليس مماطلا. ببدنه يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، إلى المحكمة، يعني ممكن أن تحضره إلى المحكمة. إذا كان لا يمكن أن تحضره إلى القاضي، إما عادة أو إما شرعا أو عادة، فهذا ليس مليئا وإن كان عنده أموال كثيرة. شرعا مثل الأب، الأب ما يمكن أن تحضر أباك، نعم لا يمكن أن تحضر أباك وأن تطالبه بالدين، يعني ما يمكن أن تطالب أباك بالدين الذي عليه. عادة مثل الأمير ونحو ذلك، هذا لا يمكن أن تحضره، أن تحضره إلى مجلس القاضي. فنقول الملي اللقاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، الملي هو الذي يقدر على الوفاء بقوله وبدنه وماله وماله. وفي هذا الحديث تحريم المطل، مطل الغني، أن هذا محرم ولا يجوز، والمطل يحل العرض والعقوبة، يعني يحل العرض والعقوبة. ويجب على الإنسان أن يتخلص من حقوق الناس وأن يبادر بوفائها، لأنه لا يدري ما يعرض له، يعني ما يدري ما يعرض له. وفي هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم إلى آخره، فيه أن المدين، أن مطل المدين ليس ظلما، من باب المفهوم أن مطل المدين ليس ظلما، يعني بل المدين العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز طلبه ولا مطالبته. مطل المعسر، مطل الغني ظلم، فيه بالمفهوم أن مطل المعسر الذي لا يقدر على الوفاء ليس ظلما، ليس ظلما. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن المدين المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته، يعني ما تقول عطى حقي ما عنده شيء، ولا مطالبته، يعني ترفع أمره إلى المحكمة أو القاضي، لا يجوز لك أن تطلبه، لا يجوز مطالبته ولا طلبه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المدين ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المدين الملي، هذا يجب عليه أن يوفي وهو الذي يقدر على الوفاء. القسم الثاني المدين المعسر الذي لا يقدر على الوفاء، هذا لا يجوز طلبه ولا مطالبته ويستحب إبراؤه ولا يجوز الحجر عليه أو حبسه إلى آخره. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، من عنده مال، نعم من عنده مال لكنه لا يقدر على أن يوفي كل الدين، نعم لا يقدر على أن يوفي كل الدين، عنده مال، يعني ليس كالقسم الأول. القسم الأول الغني الذي يستطيع أن يوفي كل الدين، هذا يجب عليه أن يوفي، نعم ولا يحجر عليه، بل يجب ويحرم عليه أن يمطل. والمعسر هذا لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا يحجر عليه ويسن إبراؤه كما تقدم. والقسم الثالث المدين، يعني بين الطرفين، عنده مال المعسر ما عنده شيء، والغني عنده ما يوفي الدين،
ثالث بين الطرفين، عنده مال لكنه لا يساوي كل الدين، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم.